النهارده في حلقة جديدة هنا في رمضان في البيت على هوم سينما. النهارده دي تقريبا تاني حلقة في هوم سينما هنا بخصوص إعلانات مسلسلات رمضان. كل سنة وانتم طيبين. طبعا خلاص رمضان على الأبواب، رمضان إن شاء الله بإذن الله هيبقى آخر الشهر ده. النهارده هيبقى معانا الأوفيشال تريلر أو التريلر الأصلي بتاع مسلسل الاختيار بتاع أمير كرارة. كنا عاملين تيزر رياكشن من فترة كده، تقريبا من اسبوعين ثلاثة، كان التيزر بتاع مسلسل الاختيار. النهاردة نزل الاوفيشال تريلر بتاع المسلسل. اتمنى ان هو يبقى كويس ويبقى حلو، لان لما بينزل التريلر بتاع مسلسل سواء اجنبي او عربي، بدي على طول الترقب، يعني بدي على طول الترقب كام من 10. فالتيزرز دايما انا ما بديش فيها اي ترقب، لان بيبقى التريلر بيبقى حاجه تانية غير التيزر. فالنهارده نزل معانا الاوفيشال تريلر بتاع مسلسل الاختيار. طبعا كالعاده ما شفتش التريلر الاوفيشال تريلر ولا مره، لسه نازل ما فيش اصلا ربع ساعه، فقلت على طول اسحب الحلقه واعملها على طول تريلر رياكشن. طبعا كالعاده هنا ما شفتش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا. في ادوات لظروف طريق محدش يسبقني. حرب. الناس دي اسمها تكفيريين. لا هم ارهابيين ولا مجاهدين، الناس دي كفرتنا واحنا ما كفرناش. الله اكبر. مكنتم من مكان احرقوه. ولما يجي يوم وترفع سلاحك في وش تكفيري يعرف ان انت على حق. اشهد ان لا اله الا الله. عشان اكسب المعركه دي غير لو اهل سينا ايديهم في ايدينا. حرب. ايه ده وحش. انا اسمي احمد صابر منسي وهموت شهيد في سينا، بس يوم ما هموت بقى يبقى طارف رقبه الصعقه كلهم واولهم انت. لو ما جبتوش حقي يبقى كلكم مش رجاله. طبعا ده الاوفيشال تريلر زي ما قلنا. لا المسلسل باين عليه ان هو متكلف ومتكلف قوي كمان. بيتر ميمي برضو كالعاده المخرج مع امير كرارة بعد ما خلصوا مع بعض كلبش راحوا على مسلسل الاختيار السنه دي. مفيش كلبش يعني، معرفش بقى هيبقى في اجزاء تانية الكلبش ولا لا. بس مشكله ان امير كرارة مش قادر اطلع من الهيئه بتاعت سليم الانصاري. يعني شخصيه امير كرارة السنه دي بيقدم لنا الشهيد احمد المنسي، مش قادر يعني اتصور امير كرارة في حاجه تانية غير سليم الانصاري. ثبت عليه ككاركتر سليم الانصاري، مش قادر اخرج منه من فكره ان هو مش سليم الانصاري. انا شايف دايما قدامي هو سليم الانصاري في دور بس الشنب ده كله يعني. انا بس نص كم على فكره. الجو حر في البيت بس عندي، يعني الجو حر جدا يعني عكس بره تلج، هنا حر موت. الكاست بتاع المسلسل اتكلمنا فيه قبل كده لما عملنا التيزر رياكشن، ان امير كرارة واحمد العوضي، وفي دلوقتي اتفاجئت كمان ان في ابن محمود عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز. واتكلمنا قبل كده في الكاست، واحنا قلنا هيبقى في ضيوف شرف وكتير وكده بس. والاخراج لبيتر ميمي، وطبعا التاليف لباهر دويدار. بس ترقبي للمسلسل ده صراحه هيبقى 7 من 10، مش هيبقى اكتر من كده يعني. لان موضوع الحروب دي يعني مش لوني او يعني او مش انا مش من نوعيه الناس اللي بتحب المسلسلات او الافلام اللي فيها حروب. الافلام العربي او المسلسلات العربي، مش بتكلم على الانجليش، الانجليش بعشقها. العربي يعني الحاجات العربي مش بتيجي معايا سكه قوي الحاجات اللي فيها حروب. بس المسلسل ده شكله متكلف يعني، فممكن worth to watch it يعني، مش ما فيهاش اي مشكله يعني. يعني we can just give it a try، ان احنا ممكن نجرب نتفرج على اول كام حلقه. المسلسل عجبني هكمله، ما عجبنيش هتوقف عن مشاهدته. الفتره اللي جايه انتظروا مني حلقات كتيره جدا جدا جدا. انا قلت عايز اقول بس الكلمتين دول قبل ما اختم الحلقه. الفتره الجايه هيبقى في كميه حلقات انا هنزلها يعني كتير جدا. يعني هيبقى في مسلسلات رمضان، غير الريفيوز بتاعت مسلسلات رمضان، هيبقى في التريلر رياكشنز بتاعت مسلسلات رمضان، غير ان هيبقى في الموفي ريفيوز بتاعت الافلام العاديه. وهيبقى في، ما اعتقدش هيبقى في ستيفلر رياكشن، لان مفيش تريلرز اصلا بتنزل، السينمات كلها مقفوله، فما اعتقدش ان في تريلرز هتنزل يعني. وكل الافلام طبعا اترمت في ديسمبر، وفي اللي اترمى 2021 وحاجات دي هكلمكم في الاخر برضو. وهيبقى فيها حلقات كتيره جدا لهوم سينما في البيت. وهيبقى فيه برضو حلقات لمسلسلات على اتفرج على. السلسله اللي احنا بدانا في كل اسبوع يوم جمعه بتاع اسر ياسين ومنى شلبي، وبدانا لكازا دي بابيل. وبكره هينزل الموسم الجديد بتاع
مسلسل لا كاسا دي بابيل سيزون 4 هيبدا هنا في مصر او هيتعرض هنا في مصر الساعه 10 الصبح. فتقريبا انا هصحى على طول هتفرج على المسلسل، هيبقى دايركت على طول 8 حلقات، هيبقوا 8 حلقات مش 10، هيبقى 8 حلقات. هتفرج على 8 حلقات على طول، اكتب السكريبت، هصور، هعمل اديتنج، وهرفع الحلقه على طول على يوتيوب. فانتظروا مني حلقات كتيره جدا الفتره اللي جايه. وبفكر الفتره اللي جايه برضو ممكن على الاسبوع الجاي مثلا، لسه برضو مش عارف، ممكن على الاسبوع الجاي ممكن اطلع لايف على يوتيوب، يعني اجرب الموضوع عشان ما طلعتش قبل كده لايف على اليوتيوب، فحابب ان انا اجرب واطلع واحكي واتكلم معاكم يعني. فبس بالنسبه لمسلسل اختيار ما عنديش اي حاجه تانية اقولها. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام، واشوفكم الحلقه الجايه. باي باي.